قرار التظاهر سقط من السلطه التنكيل يمكن بكل الشباب اللي شاركت في الفتره فيما بعد 30/6 عشان يخرسوا اصواتهم. هم قادرين يسيطروا على الاعلام، قادرين يسيطروا على شخصيات بتصدر المشهد العام للجماهير في البيوت، لكن مش قادرين يتحكموا او يسيطروا على الشباب اللي بتنزل تعبر عن رايها في الشارع. فكان خير وسيله بالنسبه لهم هو قانون التظاهر، قانون منع التظاهر مش قانون تنظيم التظاهر، لان هو بيستخدم بالمناسبه اول ما اخترع قانون التظاهر هو الداخليه نفسها، الداخليه عمرها ما طبقت القانون اللي صدر من رئيس مؤقت، عمرها ما طبقته ولا مره ولا مظاهره من المظاهرات، لا التزمت بالتلبيه الشفهي ودعت الناس لفض التجمع، لا هي استخدمت بلد برش الميه ولا استخدمت التدرج اللي القانون نفسه بينص عليه. فبالتالي احنا قدام قانون لم يقترب من الدوله، لم يقنع العاملين بالعمل العام، لم يقنع مجلس القومي لحقوق الانسان نفسه، كل الاحزاب تقريبا المنتميه ل 25 يناير كل الشخصيات العامه المحترمه معترضه على القانون. يمكن برضه في اول جلسات المحاكمه كان احمد زهر في الاجنده مكتوب عليه يرفض قانون التظاهر، هو كان يدرك مبكره خطوره وكارثيه قانون زي دوت اللي ادى ان احنا وصلنا دلوقتي ان احنا عندنا اكثر من 23,000 معتقل من كافه الطيارات. اتمنى ان كل واحد عنده مجهود ما يبخلش ان هو يبذله في سبيل اسقاط هذا القانون اللي بيستخدم وهيستخدم للتنكيل في جمله واحد بيحاول يعبر عن رايه بعيدا عن الاتجاه العام اللي بيحاول يصدره النظام من خلال وسائل اعلامه ومن خلال شخصياته اللي هو بيأثر عليه. شكرا.